كنت خلال فترة شبابي أصلي أحيانا وأتركها أحيانا أخرى مع المحافظة على صلاة الجمعة، ولكني منذ 3 سنوات تقريبا بدأت أحافظ على جميع الصلوات مع الندم الشديد على تفريطي سابقا، وأقوم بالقضاء عما فاتني. فمثلا أصلي الفجر 4 ركعات، ركعتان فرضا حاليا وركعتان قضاء إلى جانب ركعتي السنة، وهكذا في بقية الفروض. فهل عملي هذا صحيح أم يلزمني شيء آخر؟ أولا، التكاسل عن الصلاة والتهاون بشأنها أمر خطير جدا وشنيع من المسلم أن يتهاون في أمر الصلاة التي هي عمود الإسلام والتي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ثانيا، نشكر الله عز وجل إذ من عليك بالتوبة والندم على ما حصل، وهذا يجب على كل مسلم أنه إذا أذنب ذنبا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب ويغفر الذنوب جميعا، والتوبة تجب ما قبلها. الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، ونسأله لنا ولك الثبات على الحق. أما مسألة القضاء، فالصحيح أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يكفر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وما دمت قد تبت إلى الله عز وجل وراجعت دينك وحافظت على الصلوات فهذا يكفي، وليس عليك قضاء على الصحيح. والله تعالى أعلم.